في عدد اليوم واللي هي ما تخبيش علينا. إذا نلتقي من جديد مع ما تخبيش علينا، والبداية بالأكبر سنا، نبدأ بموسى صايب. يا أخي ما تخبيش علينا موسى. لا يا نخبي واش كاين كاين. يا ذكر صح، نبدأ بالبداية من البداية. لما حبست مشوارك في كرة القدم وليت لتدريب شبيبة القبائل، بعدها دربت فريق جمعية شلف، وبعد توقفت عن التدريب. علاش؟ الكثير يقول لماذا في كل مرة، حتى الرئيس الحالي ملال قال بلي طلبت خدمات صايب، وقال باني ما رانيش جو سوي با بري. اسكو بور سي دي ريزون بيرسونيل، ولا ماكش مقتنع بكره القدم الجزائريه، ولا عندك مشاريع اخرى؟ لي دو بور المومون. انا قلت سوا تولي الفوتبول، انا سوا باسوني، سوا نولي 100%، سوا ماشي شويه بك. واش تروحي بلي ميخفالك سنه فو با دير دوبي 2008 مع جي اس كا، ابخي صافي 8 ans ابخي شلف 2010، انت ما حبست التدريب. وكيما يقول لك سي با لا كارت، واحد يفو دير سكون باش تعاود تولي دركا. يفو فوغ مي مي دوكا لي ستاف انا نشوفهم سي دي ستاف ايلارجي، تقدر دير معاك بريباراتور فيزيك هكذا، انت تبقى كيما نشوف المدربين في العالم كامل. صح مي ماكش مقتنع كثير بمهنه التدريب بصراحه. ميم سي في لا بريمير اني تاعك كانت عندك انت جبت شامبيون، هذيك بالك تغنات هذيك لا بريمير اني. مليحه الناس هضروا بزاف، قال لك بلي لي ديبلوم با ديبلوم، بالك ربي وفقني الوقت هذاك، قلت بلي بو بروفي بلي يا با كو لي ديبلوم كي افيك كوتش با غاني دي تيتر. شفناك في التحليل تعرف كره قدم، ماش واحد اللي خدمت مع دي غرونز اونترينور، عندك مسيره كرويه، ممكن لي ديبلوم هذو تعاود تجيبهم مع مرور الوقت وتنجح كمدرب. تقدر تجيبهم، قلت لك ابخي سي موتيفاسيون اون بليس دو سا. دوك انا عايش في فرنسا، جي دي زوبجيكتيف، سادير جي ان بروجي و جي مسيو انجاجي. اوكي، دونك قلت ما تقدرش نحي البروجي هذاك باش نجي ابخي تولي سور دو فرون. دونك انا قلت سي بور سا ما قدرتش، سي بور سا قلت سوا تخدم 100% ولا سوا ما كاش. علاقتك بالرئيس الحالي شريف ملال؟ وي، يقال بانك اعطيته بعض النصائح، حتى هو لما جاء للبلاطو قال بلي انا ماذا بيا جو مونتور دي زونفون دو كلوب، عبود، عماره، دوده اللي راه يقوم بعمل ممتاز، انت ايضا عرض عليك العمل. يعني هو بين لا بون فوا تاعو، يعني با كونتر كو اكزاكتومون. دونك هو الى مونتري كوم كوا باغي يجيب لي بون فولونتي، الناس اللي هو يشوف فيهم يجيبوا ان بلوس ليكيب. دونك انا قلت له بور المومون باش نكون معاهم 100% في الكلوب نو سوي با بخي. قلت له سي تا بوزون دو ما كونساي ولا يا سوي بريزون. اسكو تمد لهم دي كونساي دو طونزون طون كونت كي سقسيوني؟ وي با تروبل. طلبوا منك هل بالك لا كريتيك هذاك اللي ديرها سان كونساي؟ سي ان كونساي. دونك علاقتك بمحمد شريف حناشي لماذا تدهورت بعد ما كنتوا حباب، لما انت حبس كره القدم كان هو الرئيس، وبعد هذا ولات علاقتك ما محشيف بالك ما مال كومبري بالك ونا ترافاي انصامبل. ربحنا لو ديرني تي دو لا جيسكا شامبيون سيتي معاك انت، ربحنا كيف كيف. ابخي سي سي زالي دو لا في، دونك بالك تخلطت الحوايج بين الفوتبول ولا في بريفي. مو اسكو سي با اسكو ني با فيكتيم دو سون انتوراج بالك. مو جي دو ريسبي بوكو دو ريسبي بور لوي. سي ان بريزيدون كي ا دوني بور لا جي اس كا. فو دير سكي اوني خدم الكلوب، واحد ما ينكرها واش جاب الكلوب جابو. اي سي ديرني طون سي فري بالك افيك لاج افيك لا بريسيون بالك صح دار غلطات. وما تقبلش انك انتقدته في الغلطات تاعو سي صح. انتقدته ميم هو انتقدني. دونك ابخي موا جو موا جي فاسي ليبونج، موا جي باسي ليبونج. مي تي لو ريسبكت ان طونك كبير عليك، ان طونك بيرسون انا احترمه jusqu'à maintenant. Donc je le vois, je le salue, donc il y a beaucoup de respect. C'est-à-dire c'est comme un père pour moi. Il s'en kibel عارف تو كي كنت صغير. دونك جو با نيي تو سا. نعاودو نقولو لما دربت شبيبة القبائل يقولوا بلي بعض اللاعبين ان مومون دوني حبوا شويه يديروا عليك لا لوا، كي ما تلعبهمش ولا ما تكونفوكيهمش زعفوا شويه. انا نشفى هذاك الوقت لاني كنت في الميدان يعني وغطيت شبيبة القبائل، وحتى انت لما تكلمت معاه هل صحيح بانك جبت واحد لا ليست علقتها في الفيستيار وما تقوليش لا علقتها في الفيستيار، قلت لهم هام ليك لي جوار اللي لعبت معاهم، وجبت فيها اورتيغا سيتي باستار تاع الارجنتين، زوبيزاريتا، روماريو، وبعض الاسماء اللي لعبت معاهم. هذه ماشي كنت اونترينر، كنت جوار وليت مع جي اس كا كان جون يف شي اونترينور. انا كي تفهمت جيت اون فان كارير هضرت مع محشريف قلت له دي فوالا، قال لي اسكو تو بو نو دوني كو دو مان.
تولي قلت لي با بروبليم قلت بصح بور لي زونترينمون ما نقدرش نونتريني كل يوم جو لا كارت ما نقدرش قال لي في سكو تو فو جي بلي لونفي هذيك تاع فوالا قال لي عاوننا برك هكذا انا لي ديكراساج ما نحبش ندير لي ديكراساج ان جوور ما جو با سيتي دو نون انا ما نسيتيش الاسم قال لهم هذا واش حاسب روحه وما داش ديكراساج ابخي جبت له لا ليست قلت له فوالا باش نشوف لا ديفيرونس بينه وبينك وريت له لا ليست سين ليست تاع ليكيب وين لعبت افالونس اون اسبان كانوا اسماء كبيره جدا كان زوبيزاريتا كان انغلوما كان روماريو كلوديو روبيز اورتيغا واسم اورتيغا اورتيغا سورتو سيتي سيتي لاستا ومن بعد سكيت يا اخي بريفوندا كان لونترينور فالدانو دونك ابخي انا نشفى جاب لي حتى في التدريب بعض اللاعبين قالك على ماكش لعبنا ولا وكيفاش ما تعرفش علقت لهم لا ليست قلت لهم كي تولوا تلعبوا كيما هادوما نولوا نلعبكم نتوما لي تيتولار انديسكوتا هذاك ديبي ما فهموش الميساج ديالي دونك انا قلت لهم جي با دو شوشو في ليكيب دونك انا سيلي كي سدون افون يلعب ما عنديش هذيك تاع ما عنديش هذيك المعرفه اون فوا جو مغابيل يافي بالقايد فاروق سيتي 50% تاع ليكيب Après, j'ai instauré une ligne de discipline. Une fois, il est arrivé un peu en retard, mais la app touche. C'est des risques à prendre. Des fois, tu as un chaouchi, kiff. Je suis avec le chaouchi, justement. Tu es le premier leader de chaouchi dans l'ihtiyat. Quand c'était le gardien numéro 1, هل كانت رسالة قوية ليه باش تبينوا بلي سي طوال باترون ولا ما عنديش انا هذيك تعال؟ انا عطيتها رسالة لي جوار لي زوت جوار بلي يا با دو فافوريتيزم في ليكيب. تو الموند سور ميم بيديغاليتي. لي يغلط يخلص. دونك جو مو رابيل شوف كنا نلعبوا كوب دافريك نعم كاس افريقيا اهل ما تاع لي كليب تاع لي تاع ليبيا اهلي بنغازي ومازار مسكين سي سون بخومي ماتش جو لي مي دون البان حطيت دون كوم باغازار اون ايتي موني 1-0 مي ربي فيه الخير ربي ما فيه غير خير كملنا 3-1 ربحتوا 3 مقابل ابخي كي دير الحوايج كيما هادو مام لي جوار يعرفوا بلي لو جروب تي لا دون لا مي ابخي تحكموا واه تحكموا يقال بانك غادرت الشبيبه بعد الموسم الاول فزت بالبطوله واحد ما كان يستنى تروح رحت باسكو راك تضحك باسكو انا مش فاهم لك جبد لي حوايج قدم شويه مي لازم الجمهور يعرف في هذاك الوقت انت رحتو درتو ستاج في المغرب كاو توليتو حنا شي دار كلارو ما قال لك هادو لي جوال ما راحوش يحضروا راحوا يحوسوا في المروك قلت له ما لا بقى على خير اون فوار ميرسي انا كي ديت الشامبيونا قلت هضرت مع محشيف الا بور فير ان غران كلوب ماتنون فو بروغريسي الا فو ان ريكروتمون فو رانفورسي ليكيب ابخي قال لي بلي هادي جوار نجيبوهم هكذايا اون فان كونت لي جوار ما جابوهمش على بالك في بلادنا كتربح الشامبيونا يدوموندي بليس فوالا سوا تو رونفورس بور تلعب لي الفوق سوا تهبط ما ديولو يدورو غير عليك بقى. قلت له ديما سي با كوم سا مو جو مو ريتير ماشي على جال لافات على المروك يلقاك راح يحوسو نو سا سي ابخي واقيلا هذيك ابخي وراها واقيلا مي قال لك خطره هكذا وزعفت انت قلت له انا دكتور اللي خدمتي انا ما نعرفش انا جوار بروبليم تاع محشيف هكذا يسمع بزاف بالك جابوا له واحد اخرين بالله هكذا قلت له انايا نتفاهم مع افيك ان بريزيدون انا سيني ان كونترا بور المومون حاسبني على فان سيزون صح ولا ما عجبتكش الخدمه ديالي اخويا راه انت سي توا كي مباي انت هو لومبلوي اروح ليا دي فوالا لا تا فاسون ترافاي اون ميم بلي با الاميابل ولا لا هو يحب داريير مي انت عاود رحت هل صحيح بانك لما كنت في تيارت وجيت لشبيبه القبائل محي الدين خالف انا ذاك عارض التحاق بشبيبه القبائل قال لهم هذا سنية في تيارت ما يجيش لعندي نو سيتي جا فين دوبل ليسونس وعاقبوك انت ورحيم انا ورحيم وصرار لعبنا وصرار تشفى لا كوب دافريك 90 لعبناها لعبتها سون كومبيتيسيون بلا ما كان عندك كلوب ودخل فيها شاد اللي ربي يرحمه انا ذاك باش سمح لكم كي ربحنا لا كوب دافريك سمحوا لكم لحقنا لا سيسبونسيون دونك لعبنا كنا نلعبوا غير الماتش على كوب دافريك ومحي الدين تشوفا اوتوريتير اي تو Il faut reconnaître, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est moi, chef Hanaché, qui a insisté pour qu'il s'agisse. Voilà. Sinon, Mahedin a dit je ne veux pas de lui. Parce que c'est une double licence, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'il y a un débat qui a été fait. Est-ce que c'est vrai que Guy Varch, Haddaf Auxerre, et Rach Al-Kas Al-Alam, et dans la Coupe du Monde, a été Haddaf, et a été fait pour le Wotani, pour le Wotani? Les passes décisives, parce que tu étais le meilleur passeur du championnat de France. Exact, j'étais le meilleur passeur du championnat. Oh, je peux pas dire, mais tu peux dire que le Watan. Écoute, il y a un bon buteur. C'est un bon buteur, c'est vrai. Donc, Balak, j'ai contribué à sa réussite. Tu as contribué à l'évêque de c'est la modestie. Mais c'est lui qui marque, parce que mais la valeur de tes passes, qui marque
لما ماركيهاش ما يبان والو، لا فالور تاعك معليش. هذه نقبلها، هذه زعما تواضع معليش. ما قصه لقاء الشبيبه وانهزامها في بولوغين امام المولوديه برباعيه موسم 2004 والاطاحه بسنجاق؟ وي، هل الماتش هذا كان فيه حاجه انورمال؟ انا نو جو با، خسرتوا نورمال مع مولوديا. ان بلوس انا اللي ماركيت البيت تاع ليغاليزاسيون، انا ايغاليزي بعد ابخي ماركاو 3 بيت اون دوزيام ميتون. اون دوزيام سانسيرمون انا ما شفت والو، والشهاده لله ما شهاده لله، ما شفت والو. امنا بالله. هل صحيح بانه غيرو، وهذه ما تقوليش ما كاش منها، قال لكم سي بون راني فريتها، روحوا من اوكسال باري تو تصفوا في طوموبيل عاودوا ولاو كلوا رمضان؟ قال لكم تقدروا تاكلوا رمضان باسكو انا سقسيت المسافر اللي يمشي فوق 100 كيلومتر وجا لكم قال لكم لقيتها سي بون باش تاكلوا رمضان. ثم كان حفيظ مازال ما لحقش تما لوكسير، مازال ما وصلش. وما في رمضان يا توجور ان بروبليم تي تونترين دو فوا باغ جور وانت صايم. كي شافني هكذاك ما فهمش، قال لي ودي فوالا، قال لي نعطيك ان اكزومبل، قال لي لو كور هيومان سي كوم لا فواتور، كيما الطوموبيل، الطوموبيل ديرلها ليسونس تمشي، ما ديرلهاش ليسونس كور هيومان ثاني كيف كيف تتغذيه ريبوندي وبوش لو نيفو ما كانش با سا با كاش. لا من داك كنت تونطري 3 فوا بار جور ابخي فهمته، قلت له دي فوالا سي ما ريليجيون سي براتيكون دونك اوبليجي هكذا. راح سقسى لو ريكتور دو باري، عيط له امام تاع مسجد باريس، باريس قال له دي فوالا قال عندي ان جوار مسلم يصوم، كيفاش رخصه باش ما يصومش؟ قالوا الا يسافر كي يكون مسافر عنده عنده الدروا ما يصومش. جا لي فرحان قال لي فوالا مش لا سوليسيون كاع هكذا. انا قلت واش كاين؟ قال كاع سيدي يا مفتي. اما تقال لي قال لي دي فوالا تو فاي لي جوسكا 100 سوا 80 كيلومتر تما عاود تولي وتعاود تولي تو مسافر. قلت له دي جو سي تو سا، قلت له سي ما نقدرش، قلت له سي ما كونفيكسيون سي كوم سا. اسمع هكذا الفيس راه في طوموبيل. ابخي هو كي شاف بلي جو تيان تو سا ام دوني دي فيتامين باش تقوي روحك فوالا، قال لي كيسكي فو مونجي تو ابخي ما يدي ابخي لا كومبري دونك. ومن بعدك شاف بلي ما حبيش تولي لور وين ابخي فهم كلش. وشنو هي قصه الشربه مع غيرو؟ قالوا لي عندكم حكايه تاع الشربه هكذا. هو حكى خطره دار اي والله ماني شاف، ما كشفي ما نكذبش عليك، ما شفتش. قال لك باسكو عنده حكايه تاع رمضان في الشربه هكذا. انت جو مي رابيل با، وليت كيما علي بشي قصه. اباك رجعتني اللور، رجعت بيان سور، لازم الجمهور يعرف بلي كومام عندنا جوار لهنا اللي الى رولي صابوس. المدرب غيرو وجد الحل في رمضان، بصح في وقت اوكسير ان مومون دوني يقولوا بلي كرهت في اوكسير وكنت حاب تولي للجزائر، وهو الى تو في باش تقعد. قلت له خلاص عييت بالبروفيسيوناليزم، نو تعبت. سي لا بروميير اني العام الاول كي رحت من الجزائر جو سيني ان كونترا دو 4 ans 4 سنين. نعم. وكنت سيليك ناسيونال انترناسيونال ا، جيتي كابيتان ديكيب ديك ناسيونال، شامبيون دافريك، شامبيون افرو ازياتيك، مع جي اس كار ربحت كاع لي تيت، شبعت لي تيت. اما رحت الاوكسير جيتي رومبلاسون ولعب افيك ليكيب ريزيرف pendant toute l'année. Des fois même j'ai pleuré. وقالوا لي قتلك البرد، ما كنتش مول في البرد. اسكت برك ما كي يقول لك يفتحوا البيبان يفتحوا ثاني. الى لا فان سيزون واش وصل لي ليستوار ديالي، يافي دي تويال كي تي ان اسبور دو فوتبول فرونسي، هو يلعب اون جوي الميم بوست. دونك هو الا تي كونتاكتي با مارسي، غيرو جا لي للدار هكذايا منادي قبل ما نروح لي فاكونس، قال لي ودي فوالا اون ليبيري دي تويال، maintenant c'est à toi de jouer, maintenant c'est ton année. Après depuis la deuxième année بعد مشات الامور جيت تيتولير مع خلاص في المنتخب الوطني. الجميع يشهد شهاده لله انك كنت تلبي الرغبه تاع المنتخب الوطني وتلبي الدعوه مباشره، جيك تيلاكس طابت تجري. مي من بين المشاكل اللي صراو لك مع المدرب ايغيل، مع هذا الحكايه اللي حكينا عليها في الديبي، سي كو اون فوا انت كنت في انجلترا في توتنهام، بعثوا لك باش تجي، قلت لهم يا ولدي ما نديرش لي سكال بيسكو بعثيني البيات عطوني فول ديريكت. هو قال لك ما كاش فول ديريكت، تجي اسكال ولا ما تجيش. من بعد قلت له انت يا اخي كاين فول ديريكت؟ يقال بانه هو انا ذاك. قال له ما نقول يريح في الانجليز ما يجيش. والله جون لا بروند ما نكذبش عليك، ما شفتش والله، ما شفتش انا ذاك الوقت. احنا صحفيين شفتوا بالي مي فوالا البروبليم بالك. علاش كان عندك بروبليم مع ايغي شفتو؟ ما كان ما عنديش بروبليم مزيان، جو سي با موا بيرسونالمون جي با بروبليم افيك لوي، ميم لوي لا با بروبليم افيك موا، نتلاقاو دركا بالك لا فين كوندويت لين دو كوندويت بالك ما جو سي با.
سي بور سا البروبليم بكري ما كانش لا كومونيكاسيون انتر لو جوار اي سيليكسيونور ما كانش كيما يعني كان ما كانش اتصال ما كانش سي كوم سي بلي انا سيليكسيونور انت جوار دونك تبقى في حدك وانا في حدي دونك المباراه الجزائر فرنسا يقال بانه غطك للان انك ما شاركتش في ماتش الجيري فرنسا اكزاكت وي اكزاكت وما فهموكش ما نطعله ما شاركتش ما جار نشفى كنت راح باري الجي هنا نو الجي باري هو جا مش عارف من القطر وقيلة تلاقينا في المطار هكذا نقصروا وانا كنت باغي خلاص نعتزل المنتخب الوطني فوالا 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 ليكيب ناسيونال باسكو من بعد زدت لعب كنت لاعب في موناكو كنت في موناكو ما قال لي نو قال لي راح نولي ونتاكل عليك ونديروا اون ايكيب قلت له يا با بروبليم هكذايا ابخي مو جيتي بليسي جافي وقال عندي بروبليم في التيبيا كنت اون كونفاليسونس مي جي روبري ومع الوقت هذاك جا الماتش الجيري فرنسا moi je vois je te par rapport à ma carrière en France par rapport à mon vécu en France c'était une reconnaissance tu vois la presse Djougal Monaco fait des interviews pour t'interviewer à l'Algérie France après le match tu as matelas je vois fais je te c'est بناس اللي جامي جا في لا سيليكسيون واحد ما شاف مين جا صح كان يعرف في هذاك الوقت جبايلي كان عطاو له قال له روح تلعب لي اون بليس ماتش ديك سي يعني ماتش دي غالا فوالا سي با ماتش دو دو تري غادي تكشتو كو لا بريس فرونساس كامل كانت تسنى صايب يشارك في هذاك اون بليس سا جي روبري كان كنت ميم ميم با اكزومبل جي با روبري لي زونترينمون ولا لا كومبيتيسيون هو تعرض هما يعرض هكا رواح تو زان كادر تاع ليكيب اللي تاكل عليك نجيبك هكذا ميم بور اسيستي صح هل صحيح بانه قميص الشخصي لبولي مازال تحتفظ به لحد الان مازال وي عندك المايو تاع بولي تاع سانتوس جبتو هذا صاحبي هذا غالي بزاف غالي راهو هذا اون فوا كان جوبيلي تاع حشوف تاع قلمه تاع قلمه نعم كان سريدي اللي عرضني قال لي فوالا اسكو تقدر تجي تلعب جوبيلي ديالو قلت له افيك بليزير اي با دو اي با دو سوسي Et en guise de remerciement, qui dit tout, attaque le maillot à Pelé, à Daniel Daron, il m'a offert ça. Il dit voilà, c'est Aziz Aliya. Il dit tu es le seul à qui je le donne. Bah, donc, ça fait plaisir. Mais elle offre d'art. Ça fait plaisir. On ne doit pas se froidir. Ma top, Rabbi Rahmo, il est un ami de ton plus proche. Le jour de sa mort, jamais les gens n'ont vu Moussa Saïb abattu comme le jour de sa mort. Allah Rahmo. Bkit de façon, يعني علاش Non, est-ce que c'est parce que لو الناس صاحبك بزاف ولا باسكو نو لو الناس سي 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 لامي دو تو الموند دونك سي فري انا كنت عندي علاقه ان بو سبيسيال يعني حبك هو دونك جوا شفا كان كنت في اوكسال جي جي من باري جي لوكسال يشوف لي ماتش ويتبعني دونك ميم نشوفو في فرنسا هكذايا افي ان اميتي ابخي ديباسات الفوتبول اكزاكتومون دونك ابخي كي يروح واحد كيما هكذا كلكان عباك بلي يحبك وكذا سي كوم سي لا موتي تاعك انقسمت ولا كيما يقولوا تاثرت لي وقت طويل يعني ديجا جو مغابيل جي لوبي ميم ما بريباراسيون ان انجلتير كنت فما في الانجليز كي تو فار كي تو فار دونك جي ميم روتاردي مون ديبار ان انجلتير بور ريسي ايسي كوا باش قعدت هنا وبقات بقيت يقولوا لي مده معينه ويت ما تحبش تجي لتيزي وزو باش ما تفكرش كي تشوف واحد اون بليس لا مانيير كيفاش توفى دونك تبقى لك ان بو تبقى لك يقال انه حدثت انسيق انقسامات في صفوف الشبيبه في وقت ما وانت كنت لاعب في الشبيبه ودخل مع طوبلو الناس هو اللي رجع الشمل بيناتكم لا فينال لا فينال لا فاميوس فينال كان على ديفيس كنا في لا زومبي هو مسكين اللي تي كان في لوبيتال افيك دي بوشيت اي هكذا اي لا توني اس ديبلاسي معنا لوزاكا لوزاكا دون الميم افيون Et après la veille, il y avait des problèmes et tout, donc de capitana, de beaucoup de choses. Après, c'est lui qui est rentré dans. Où est-il rejoint Exactement. Donc, voilà, pour le moment, on est là. On a un objectif à atteindre. Oh, alhamdoulilah, Rabbi, on a gagné la coupe avec ta. T'as la coupe d'Afrique. La deuxième coupe, t'as la Champions League. Ah, la GSK. Mehdi, ben zamsh, il a la GSK, il l'aime bien. Il est toujours le fort. Dans une des matchs avec les Chabiba, غادرت الميدان لحيت كابيتانا رميتها. والقميص والسبب انه بعض الكوادر في الفريق هذه في 2004 ما كانش يباسيو لك ما تقوليش ما كاش منها زعفت تاع الصح الماتش هذاك والله يا خويا تشم في غفلي ها جورناليست تاع الصح صح سي فري سي فري جو سي با سي با حسيتها ولا صح بعد تو كونفيرمي ولا جي اون اكسبيريونس دون الفوتبول دونك انا لعبت برا لعبت لو نيفو لعبت كي جيت Après, il y a des gens qui parlent plus par rapport aux entraînements.
Parce que là, je me suis dit, je suis un chef par rapport aux entraînements. Une fois même Jean-Yves Chey, j'ai dit... Quand ils m'ont dit, ils n'ont pas aimé le chef. Quand le chef aime, ils ont dit, ils ont dit, ça ne vient pas l'entraînement. Le jour du match, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit. Tu fais une jalousie, c'est ça? Oui. Sensitivement. Je sais, j'ai compris. Moi, je m'en fous, c'est vrai. واش نقول لك كل واحد فهمته دونك سي بور سا زعفت نحيت الكابيتانا وتريكو باسكو مو جو فيان بور روندر ان سيرفيس بور باسكو مو ما جيتش بور لارجون كنت باغي نحبس كاع لا كارير ديالي خاطر دخلت كنت في اون 2015 كنت في دبي حبست لا كارير ديالي دخلت بور تي روبوزي بور سا بور اريتي دو ما كي شافني سي توجور افيك مو شيف كوم جافي دي ريلاسيون plus يعني كوم امي فوالا كوم من بريزيدون مع جوار اكزاكتومون دونك ما سوليسيتي قال لي فوالا زيد معنا هو قال لي سي موا برك ابخي كي شافني هكذا قال لك زيد معنا عام بقيت جوا لي جوار مسال غالب كل واحد كل واحد فهمته كل سي با تو الموند كي اللي هضر هكذا صح ماشي كامل ماشي كامل كانوا جو سي مي بوف مسامح كامل مسامح كريم ربي يهنيهم ربي يهنيهم في تصريحاتك في كل مره انا معايا شخصيا عملت معك كثير من الحوارات كي كنت المنتخب الوطني ولا كي كنت كلاعب في كل مره تيرون اوماج تا مامون قريب بزاف منك الوالده صح لدرجه انه تقول باللي واش وصلت كامل سي لا مير تاعي هي اللي وصلتني لها علاش هاد لاطاشمون بزاف الام ربي با كوم تو الموند لا مامون سي لا مامون ما تقدرش تبدلها مي ماشي في الفوتبول انت تقول مام في الفوتبول هي اللي ساهمت تعاونك ديجا كي تو هي اللي elle m'a beaucoup aidé je sais qu'elle a souffert pour nous comme j'avais mon père qui était un peu malade donc c'est ma mère qui a pris le relais donc elle est souffert معكم بزاف voilà donc c'est pour ça que sa place elle est un peu spéciale exact je suis fait aimer معليش ما نبكيكش ما نبكيكش بيقولوا شاد وانا يبكي بربر تي في بكيت نزيدنا هنا نزيد نبان لا ما تبكي ما نبكيكش انا باسكو دموعك عزيزه علينا صح صح موسى علاش خوك رمزي وي اللي كان عندهم دي كاليتي انا نشفى باللي كانوا دي جوار ده اكزاكت اكزاكت اسكو سوفراو بارابور ا موسى ماشي معناتها انت ظلمتهم مي ليماج تاع كي راح للسي ار بي ولا اشاك فوا يحبوا يكومباريهم بموسى صايب جينيرالمون خو واسمه وليد بن شيخ وليد معبيش انا اشاك فوا كريف ولا وليدو يقول لك هذا ما هذا ماشي كيما وليدو كيف كيف صح اسكو ما تاثروش بالمسيره تاعك نو هو اللي تي فيكتيم دو مون نو فوالا تي فيكتيم دو مون نو الوغ عنده لي كاليتي سوتو رمزي على ليبوك رمزي بالك ا سون اج ما عنديش جافي با لي كاليتي تاع اللي كانوا عنده هو كي كنت في مو ا سون اج او ميم اج تكنيكمون ايتي بلو فور نو مي انا مش فارق انت باش تلعب كيكيب ناسيونال 18 اون بون سي كمل موي كان مع ماجر وعصاد وكذا وانت 18 سنه ما تقوليش ما كانش عندك لي كاليتي سي بور سا كي سمع دورك يقول لك 26 اون مازالو جون 21 اون سي شامبيون دافريك انت كنت شامبيون دافريك 21 سنه 21 شامبيون دافريك ما تقوليش ما كانش عندي لي كاليتي رمزي كان خير منك نو نو تكنيكمون كان الى في لا في حتى ثاني كنت بالك انا جو با مو جوجي انت ما تجيجيش انا صح. شويه نعرف فوتبول اسمح لي ما تلعبش في ليكيب ناسيونال ا 18 اون في هذاك الوقت صح 88 في عصاد في ماجا عصاد ماجا بلومي ما ترجعش روحك والو معليش سي با معليش نو باك كواليتي فيكتيم دو مون نو ميم او نيفو دو لا جي اس كا ما عاونوهش ما عاونوهش يافي كالكوزان اللي بداو يحفروا له بداو هكذا علاه باسكو موسى صايب خوه باغ جالوزي بالك هل تعتبر باللي كمال الموي هو له الفضل في بروزك دوليا ولو انه كانوا عندك امكانيات كمال الموي سون هيستوار معايا الى بخي ان غرو ريسك Je me rappelle le premier match de l'équipe nationale qui a fait un Naba à Zimbabwe. Il est éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc, il a fait 3-0. Donc, la veille, quand il a donné la liste à les joueurs, même les journalistes qui nous ont dit. Il a dit que c'était un gamin de 18 ans, il a fermé 70 000 spectateurs. Je suis un chef. 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 غدوة من ذاك سيتي لو بوم فوالا دونك سيتي لو بوم تما تبقى تحتفظ بانه هو اللي كان عنده الفضل انه لونسر تشوف باني ما تقدرش تنسى هاد الحوايج ولا تقدر تشوف اني جو با ني شكون تي اون كونتاكت توجور افيك لوي نو صافي لونتون ما شفتوش شفتو في تونس خطره كنا اون فاكونس تلاقينا كان هو اون فامي دونك تلاقينا تما ابخي دوبوي مي تحبو اون طونك بيرسون جو لادور وي ماذا حدث في زينغينشور دينا كوب دافريك في 90 كنا نسناو زينغينشور 92 وما نروحوا شويه بعيد حنا بريمي تور دو ماتش يريمين زينغينشور ونا با بيان بريباري ديجا لا المشاكل اللي كانت في البلاد
مشاكل ميم كي كنا اون ستاج في المغرب كي avait beaucoup de problèmes problèmes de prix problèmes de trucs après même فما on n'était pas ما كانش لا بريز اون ستاج كونفينون ما كناش ديجا سي ان تو دو الفوتبول ماشي غير تكنيكمون حنا في البلاد على كلاسياسيون في البلاد كيفاش كانت دونك كانوا مشاكل كبيره رحنا للمغرب ديجا on a failli même boycotter même مروحوش باسكو on a exigé des prix مقيلة ولا مش عارف كيفاش après قال لهم سواي يدخلوا يروحوا ولا يدخلوا البلاد اللي حبوا تما ما كانت خلطه كبيره دوكا هنا مالا دابيك ما تتواضعش هضرت الصراحه ما تقوليش لا لا ولا خلاص هل صحيح بانك لما تنقلت انت من اوكسار الى مباشره رحت لتوتنهام سي توتنهام فالونس فالونس لا فالونس ومن بعد باش توتنهام فالونس كانت الصفقة تاعك أغلى من صفقة زين الدين زيدان اللي كان يلعب في بوردو. أنا جو سي كانت 22 مليون دو 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 هذيك لاسون 22 مليون دو فرون كان فرون فرونسي اكزاكت كنت غالي على زين الدين زيدان ما والله ما على باليش حاب على زيدان والله نقول لك بلي كنت غالي بالك 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 ليبوك ما وي كنت مير باسور تاع الشامبيون دو فرونس رحت لفالونس بصفقة قياسية كان رانيري واسمو حكينا شوية على روماريو لعبت مع روماريو روماريو وي نو سي كلكان هل صحيح بانه رانيري قال لكم ما تزيدوش تهضروا لي عليه نهار سهر لافي تاع الماتش لون دو مون ماركا خمسه قال لكم انتم كاع عندكم لا ديسيبلين هو نو يديروا شي حاجه باسكو لي اون روبروشي سهر وكاع هكذا سي فري سي ان جور قال سهر لون دو مون لا ماركي خمسه ولا اربعه دو بيت دو بيت لا ماركي وكان رومبلاسون دخل بدل الماتش صح اكزاكت وي رانيري حكمكم في الفيستير قال لكم نو با لوي يا دي جوار ما تقدرش تحكمهم سيتو لي بريزيليا اي هما سي العقليه ديالهم لي تراديسيون ديالهم هكذا موالف دونك ماشي سي با دوجوردي ويقول لك حاسبني في التيران ابخي كل واحد سؤال ما قبل الاخير ما قبل الاخير ما هو مش ما هي مشكلتك مع كمال موسى كمال موسى الشهاده لله جي اوكان بروبليم افيك لوي هو اللي عنده بروبليم هو الى تري تري مال كومبري لي بروبو ديالي واش هضرت باسكو انايا نعرف الفوتبول في الجزائر واش ما حملش بالك كي ولا سي فري ولا ولا ريزولتا كما انا ما فهمتش تو لي هو ما كانش في التونال كان في التونال وقلت ما سي فوالا سكو جي دي هو فهم اوتر ابري هو فهم كوم كوم جي ريان اون كونترير جي بوكو دو ريسبي بور لوي جو لو ريسبكت بوكو Et on a travaillé ensemble, il n'y a aucun problème. Après, mes chefs ont peut-être des choses avec d'autres, bof. Mais tu n'as pas de problème avec lui. J'ai aucun problème avec lui. واضح. سؤالي الأخير. ما هي أحسن وأسوأ ذكرى في مشوارك الكروي؟ À part la Coupe d'Afrique اللي ديناها في 90. هذيك هي la meilleure. موراها. موراها la Coupe d'Afrique مع GSK. دوبلي مع أوكسار ثاني. Ça c'est ah oui ça c'est vrai j'ai oublié championnat la coupe mais c'était le premier toujours on la GIAS quand t'as deux dans la GIAS j'ai fait parce que depuis les joueurs c'est vrai le doublé que le club comme Auxerre un petit club qui m'Auxerre c'était France ça c'était phénoménal bon la GIAS c'est autre chose c'est après c'est vrai le doublé en France c'était Assoua Dekra j'ai pas joué le match de l'équipe de France Balak voilà à ce point à ce point ouais À ce point, ça restera. ça restera, ben, off. La vie d'un footballeur, non? Mais quand même, tu as eu des titres. J'ai, des titres. J'ai plus de bons souvenirs que des mauvais souvenirs. شكرا لك موسى صايب على باك معنا صريح. إن شاء الله تكون ما خبيتش عليا، جيسبر. ما خبيتوش؟ اه تقدر لي زارشيف كاينين. نسيت بزاف عفايس، نسيت. نسيت، صح. كاين حوايج اللي نسيتهم. نمر مباشرة لمهدي بن عالجية. مهدي بن عالجية. اك واجد يا اخي انا واجد خويا ما عندكش انت روماريو عنديش انا بولي نروحوا الى مهدي بن علجيه 26 سنه لعبت في الكثير من النوادي هل ما ندمتش انك غيرت الكثير من النوادي يعني بور جون كارير تاعك بزاف دي كلوب انها تسير بمولوديا اللي ما بدلتش باسكو انا حبيت نبدل في الكاتا ليزما وتاع شباب الوزداد كنت مسلف انا من اسمه شباب الوزداد حبيت نقعد شباب الوزداد مي لي اسمه ما خلاونيش وبعد هذيك كان لقيت كيب كنت فيها كيما شبيبة القبائل ما كانش عندي علاش نبدل انا صح عديتني ديريكتومون شبيبة القبائل لماذا مازال ما من الاخر لماذا مازال ما نوفليش في لاجياسكا جوسكا بريزون وما تكذبش عليا رانا ما تخبيش علينا ما تقوليش تي نا با دو كونتاكت مازال حتى كونتاكت مازال ما حكموناش والله ما والله ما كاين واحد عيط لي اوكي كلا في الجزائر لا لا في الجزائر نهضر لك على الكونتاكت ماشي جياسكا لا لا جياسكا على بالي
عندك لي كونتاكت؟ عندي لي كونتاكت يعني. صح. وشنو الاولويه شباب القبائل ان شاء الله؟ ما زلت الدوكا ما زال مارينوفيتش؟ ما زال. صح. لما هل ما زلت لحد الان تحتفظ بذكرى سيئه كيعلقوك اتحاد العاصمه وبقيت هكذاك بري وما قدرتش تسني ولقيت روحك سون كلوب ست شهور؟ ايه ما باين هذيك شغل هذيك تقعد لك في حياتك لا فايس اللي جازوا عليك اللي قيسوك. اي دوك الحمد لله جازت خلاص. متزوج واب لبنت. نعم. يقولوا بلي البنت هذه غيرت حياه. هذه بدلت لي كاع حياتي. حياه تاع بن علجيه مهدي. كاع. على ترانسفورمي كاع كلش. ويطو ثاني قالوا لي يطو كيكون معاك قالوا لي يطو خويا. كي طارحك بيان. بس يطو نحيوها. اباك الصحبه تسحبك. انا كي جيت شاب القبائل لقيته يطو وليد فاميليا عاقل. طيبو كيف كيف تيزي وزو. طيبو كيف كيف جبدني معاه الحمد لله. انسان متخلق وليد عائله العيد عقله. وصاحبي وتقبينا كيف كيف ولا ان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله ما احنا نتمنى له التوفيق لانه لاعب متميز. لماذا في كل مره البعض يريد تشويه صوره مهدي بن علجيه؟ الوك اللي يعرفك عن قرب يعترف بانك وليد عائله وناس ملاح كي انت كي يعني خوك بلال علاش في كل مره واحد كيكون ابن حي شعبي يحبوا يديروا هذيك ليتيكات نو بين قوسين سامحني على العباره يقول لك هذاك فوايو الوك الناس اللي ما يعرفوكش يكتموا عليك كلام مثل هذا الوك انت وين جست ناس كامل تعترف لك باللي متخلق الحمد لله هي كيما يقول لك هاد العباد اللي ما يخافوش الله هادو تاع انت فوايو تما يدناو لك لوالدينك فاهم صح صح بينهم وبين مولاهم وكيما قال لك الشيخ مقبي كاين الحسد كاين البغض سكت الوقت اللي انا فيه بزاف عفايس انا والله ما على بالي بالناس واش يحكي وانا نسمع هادي تاع بالك فوايو دوك نقصد شويه قبيح قبيح افو قبل ما نتزوج كنت صغير كنقول لك قبيح هكذا بالك قبيح لاج ماشي قبيح تاع فوايو ولا نسب الناس ولا نطيح للناس ولا نتعدى على الناس ولا نتعدى على الناس وكل واحد بينه وبين مولاه في الكاريير تاعك 17 سنه لعبت سينيور وضع فيك ثقه نور الدين سعدي نحيوه بالمناسبه لا لا. ماشي نور الدين سعدي عام قبل مواسم عندي معلومه خاطئه مواسم هو اللي اي فورون راس ازار 2008 2009 هو اللي مواسم هو اللي لعبك سينيور مع الاكابر نعم المباراه كانت في سبتمبر 2009 في بولوغين اسما جي اس ام بي لا لا نو مالاني غاف قبلها بعام هذا قال لي انا جبت غير على القدم جدد هذو ما ننساهم اليوسما سعيد عام قبل الماتش عام قبل والماتش هذا تاع اليوسما جي اس ام بي شاركت بديل لبلال زيري خرج بلال كنت انت كومون ست في كيك شوز كو انت تكون رومبلاسون تاع بلال بيان سور زيري بلال كيما يقول لك لعبت مع زيري انا ذاك اشيو غازي كان احنا اللي لحقنا به شويه كان عندنا قدوه شوف بلال انا جا نهار دخلت الفيسيال ما امنتش بلاني نشوف فيه قدامي. تما كنت تشوفه في التلفزيون تلقاه قدامك يلعب. والله ما امنت تحب هذه عفسه صح اللي نحكي لك فيها. ومن بعد تلعب دخلت في بلاصتو تما الحمد لله. من بعد ولا مدرب تاعك؟ انا ما. بعد ولا مدرب علاقتك كيفاه به؟ جد مميزه هايله كاع. يعني عكس وشي بعض ربما. عكس وشي بلال فاميليا وبلال ماشي تاع اللي 8 كيلو ما تنجمش تمونكي لو ريسبير بلال باسكو يخليه هو يخليه لا ديستونس ميم يضحك معاك ويكسر معاك بصح عنده حتى قلبك ما يعطيكش باش تغلط معاه عاود باسكو وليت فاميليا وعاوني انا وبوزيدي البعض يقول بانه هو اللي ليبيرك من النهد لا 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 بوزيدي شوف هي مكتوب النهد لا بوزيدي لا حتى واحد بصح شنو بوزيدي شهاده لله انسان انا واش عشت معاه انسان قلبه مليح وانسان فحل ماشي موفي انسان قلبه مليح وانسان فحل لا بيرف شو جاي جياسكا شو كيفها كانت صح تشوف لي جوا كيف يحبوه كيف ادوبتاوه باسكو هذاك تقلق دوك ولا كي تقلق حنا نضحكوا باسكو على بالنا بلي قلبه مليح وكذا دونك يزعف عليك ما يخمم علينا يعيط لك في الليل كولاسيون كولاسيون راح يجيب الكاطو يشري الكاطو وقد خلي لي زونطينا اللي يديروا وقد بابانا راح يجيب لك الكاطو ويجي جاب لنا لي بالون جاب لكم ليشك ضرب عليكم على الاداره ايه جاب لنا ليشك سي اون فاسون دو كيفاش تحب انت ما تحبوش هذا الانسان صح انصار اتحاد العاصمه غضبوا عليك يقولوا بلي انت كي لافير تاع البيناتي هذيك فاموس بيناتي توجور نجبدوها لك هما قاستهم بزاف قال لك راح يتيري بيناتي شو هذيك لاج شغل كنت صغير شويه ما كنتش نخمم بها باسكو لو كان دوكا ما عندناش البيناتي هذيك وشنو هذه داخله في هذيك السيموا اللي كنت قبلك شت قبل ما نتعلق كنت واحد العامين كونسيكيتيف وانا نحتال ويجوني لي زانفيتاسيون كيماراش وما يطلقونيش هذه ماشي ايكيب ماشي زوج شغل هذيك غاتني ومن بعد تسلفني شباب بالوزداد ومن بعد تعاود تجيبني ومن بعد عاود تسلفني شباب بالوزداد
شكون جات هذيك البيناتي قلت على جال هذوك العباد ماشي البيبليك تاع لي سما باش الناس تفهم هذوك العباد وشنو انا غلط ما ديراش بهذيك الطريقه. هل حسيت بانه مستقبلك مهدد بالضياع كي بقيت 6 شهور ما لعبتش؟ لا انا كي حبست هذوك سيموا قلت خلاص انا ما كاش كش نولي ومن بعد تسنيت بالعباس يا اخ زاد وقع لي هذاك المشكل قعدت زوج سوايع باش يخلص الميركاتو حاوزوني بلا حتى على بالك حكينا عليه باش ما نعاودوش نقولوا الحكايه هذيك خلينا. وبعد هذيك مكتوب الله جا واحد الانسان راك تعرفوا لابالان باش نجبدوا رشيد لابالان تحياتنا له تحياتنا له جا لي قال لي تسيني في تاجنات هذه تاجنات كانوا في دوزيام ديفيزيون قلت له وين جايه تاجنات هذه قال لي جايه بلاصه فلانيه بلاصه فلانيه قلت له يمشي راه نسيني في تاجنات قلت الحمد لله كيما خذ تاجنات الناس ناس ملاح وعاونوني وقفوا معايا ناس مضيافين استقبلوك استقبال جيد وهذاك هو الباتي الاول اللي عاود تولي عاود ريبوندي تاعها ريبوندي شقيقك بلال ماشي خوك وشي صاحبك او ميم طون تحكي له يحكي لك عندكم بزاف علاقه سيرتو قبل ما نتزوج كنا تما حتى العام اللي تزوجت به باش شغل ما وليناش تلاقاو بزاف كيما كنا اش 24 كيف كيف فانا عندي خويا بلال كيف توجور كيف او يمر بفتره صعبه مع اتحاد الحراش ما عندكمش زهره شاك فوا انتم واحد هو كيكون مليح انا ما كنتش مليح وانا كنكون مليح جاوني تكونوا بين زوج ملاح يا خويا ان شاء الله هذا اسكو راك تساندو راك تعيطلو تقولو ما تفشلوش تساندو في كلش ما يفشلش ومكتوب ما تسمى بنادم يامن بالمكتوب هذا العام راك مليح لازم بنادم يخدم ان شاء الله يعاود يولي الناس يميطوا قالوا لي راه اكثر من كانه الوالد قال لك يقول لك الريجيم ها واش لازم تاكل هذه ما تاكلهاش هادي قداش اش كيسير لا شغل الاخ انا عندي ثلاثه خاوتي وزيد لهم ناس ميط زدت هو كاترين ها في العائله مي تبع في الريزي في انا نتبعو ماشي هو يتبع انت لك تبع انا نتبع ما عطوني معلومه خاطئه باسكو لي جي ان دي في ديالو كيما كان يحكي لك الشيخ عنده جي ان دي في ما كاش علاش دائما اون فون في الماتش انا وما تبعته ما نجمتش نلحق تما هو نضم لي ناس ميط من احسن لاعبين في البروفيسيونال تاع الصح وان شاء الله يكمل هكذا ان شاء الله تم اختيارك في 2011 كأفضل لاعب في كأس شمال إفريقيا مع المنتخب الوطني رغم تواجد أنذاك بونجاح سعيود عبيد بالليلي عواج كانت انجينيراسيون شعلالي تاني ورغم هذا خرجت مير جوا ما تشوفش بلي مومون دوني تياراتي ان كارير باش تروح كثر ما مازال مستقبلك 20 سيزون مي كنت قادر تحترف بما انه كان عندك عروض في البرتغال انا ما لقيتش حاجه الاولى ما لقيتش لي وجهني ما كانش واحد يوجهني سورتو هذاك الوقت وين كنت مليح وفي هذاك اللاج اللي ما كنتش نخمم مليح ندمت على بعض الخيارات بيان سور تندم على بزاف فايس مي مكتوب الله الحمد لله هكذا ولا اكثر اسكو اسوء ذكرى تبقى خسرتك النهائي مع نصر حسين دائما مولوديه الجزائر في النهائي تاع 2016 تنجم تقول هذيك هي غلطتك شويه في الفوتبول في الفوتبول هذيك هي في الفوتبول من بعد نروحوا لحاجه واحده اخرى لغادرت النصرية لأنه كان عندك خلافات مع الإدارة ومع الطاقم الفني ما كان عندي خلاف مع حتى واحد حطوا اسمي أنا لعبت قالي ماتش في النات صح حطوا اسمي في وهو بوزيدي شاهد مع لي ليبيري حطوا اسمي عيط له قلت له الشيخ صافا لاباس قلت لهم حطوني في الهداف مع في لاليست قال لي يا ودي أنا ما حطيتكش بوزيدي قلت له يا شيخ أنا دوكا تحط اسمي أنا ما نقعدش تا غنانتك قلت له خلاص فتو حطيتو ازمه ما درتوش ديمونتي 35 سنه ما رحتوش فينال اللي حنا جينا دينا ليكيب هادي فينال وخدمنا ومن بعد انا ما نتحاوز معليش عيط له قلت له شيخ قلت له ما نقعدش كانوا قادوا تسمى لي بكيتو ليكيب قادوا دو موا كانوا يسالوا دو موا انا قلت له سمح في دو موا هاوليك او شاهد سخسيخ قلت له انا ما نديش دو موا قال لي جيب لي قاطو هاي قلت له شوف وزيدي شغل يخليها حلوه ما تروحش بالعيب كاطو رحت عندو سي بون تتكواكب وتجي تروح هذا ما كان صح نروحوا لشبيبه القبائل لما جيت في الميركاتو لشبيبه القبائل نشفى مليح انت وبايتاش تما انا تكروشيت مع واحد على جال هادي شتيمو قال لي عجبونا يحب جياسكا هو قلت له مليح سي ان بون جوار قال لي هادو عجبونا دو جوار تاع مشاكل صح سمعت بها انت هادي ما قبلوكمش انا نظن نسمع دو انا دوكا اللي ما وليتش نسمع خلاص دوكا عندي بنتي وليت كيما على بلجيك ما تسمعش كاع خليها ما تسمعش باسكو شو سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه كاش حب انا وقتفوه شفت واحد اسمعك بصبحانه كي يكتب لك حاجه انا كانوا هكا حيط هكا مول ما تعلق تيمو حيط هكا باش ما نوليش ودوكا يلعب جياسكا خويا جياسكا عندهم سبع نجوم صح
باش نتفاهموا باش نعرفوا مالغري تو سيتياسيون اللي تكون فيها جياسكا ما كانش لاعب ما يتمناش يلعب فيها. تحمل لو مايو تاع جياسكا سي بون تتمارك لك في التاريخ سي بون باسكو المايو الغالي في الشامبيونات تاعنا صح. وبالتالي هذوك الناس اللي اسمه هذا هو الرد تاعك في الميدان اللي قالوا تاع مشاكل الحمد لله ربي يهدي مخلق. التقيت مجددا مع بالكلام بعد ما لعبته كيف كيف في المنتخب الوطني كيفاش تشوف انت في بالكلام القائد ناس كامل تعرفوا هذيك الكاريزما تاعو عنده هذاك الاسبري تاع سي كادر تاع ليكيب وانتم كلاعبين تيقوا فيه بون تيقوا فيه كي احنا عندنا في جياسكا ان ثلاثه هكذا تما كاين عسله وبالكلام مالك نعم بولطيف هادو مشغول كبار شويه احنا تما نسمعوا لهم هما اللي ديسيديو فاهم كي تكون عفسه تجوز عليهم هما باش نديسي في المليح ولا في الدوني بالكلام السي في ديالو كان يحكي عليه وين لعب في المنتخب الوطني الاول لعب كوب ديموند لعب في الكليوب ليك صح وين جاء والنوم في السوليس فاميليا ولعب متخلق يعني متخلق واحد يهدر صراحه سي ان فري كابيتان تاع ليك بيان سور بيان سور لهذا فرحت كي شفتو في كومونتاج انت من عشاق ليونيل ميسي وبرشلونه ويقولوا الى درجه انك تولي شوفه لولي شوفه ونهبل كاع دبل والله تما كي يربحوكم من الريال تولي وحده طفي التليفون وتخبى عندي واحد صاحبي هادي اوكوشا يهبلني لازم ما نشوفوش واحد الام وهكذا وانت ما حتى ما نشوفوش ولو كان تلفون انت من ذاك الدوسو واحد على جا الماتش هذاك الشهور ما نحكيش معاه واضح يقال بانه ميلاد ابنتك دانيا جاك ربح بعد هاد البنت كي جاتك في الدنيا من تما لقيت روحك بواحد الطريقه في لافي تاعك تاع تولي جور في الفوتبول في كلش الحمد لله من اللي جات وانا جابت الربح معاها شفت فوتبالا والله من ذاك نخبطها تدخل نقول ماهيش كاع ابالك افون كنت ندير كلش العقل اللي بو ما تدخلش دوك وليت وين نخبطها الحمد لله تدخل ابالك نكذب ملي سمعت بلي المدام اونسانت الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نروحوا للحياه اليوميه شويه شكون اللي اثر فيك من ناحيه يعني تاع انك انت عشت في حي شعبي كنت يعني ما نقولوش فقراء ولكن الفوتبول عاونك سي البلون واسمو اسكو انت عاونت العائله تاعك هباك انا كاش كنت ماشي 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 فوق شاد الكالاج تحت الكالاج بزاف ما عشنا فوق احنا بزاف باش تعرف وانا الحمد لله شهاده ماشي انا هاد العفسه ما سكنت والديا الحمد لله عايش والديا الحمد لله عايش ماني معاون خوالي حبها بزاف ماني الحمد لله بيان سور ماني هي اللي عطاتني انا هي وجدي الله يرحمه ويساله ربي يرحمه ويساله هذيك هي الصح وين الحمد لله هذه مامو ما نحكيهاش مي بصح كاين بالك الناس يقول لك انا تقعد مع بابا حتى وتقول له اسكت ما تحكيليش على هذا الانسان الحمد لله الحمد لله دعوي الوالدين هما الصح دعوي الوالدين الحمد لله سي تري امبورتون كيما تكلمنا على الوالده تاع انا هذاك واش عندي في الدنيا هذه الحمد لله تيني با لو سول الدنيا هذه عندي والدي وخاوتي الحمد لله خلينا وبنتي وزوجة ديالي مي بصح والدي وخاوتي ما تسمحش فيهم كاع يا خويا تحياتنا اليوم سيرهم يشوفوا فينا نحييوهم ونحييو خاصة دينا اللي جابت لك ربح باش كيما الضربات تدخل وي الحمد لله ما خبيتش علينا يا اخي خبيت عليك والو يا صح اخويا صافي بليزير كي يكونوا معنا زوج كيما انتوما شكرا لكم مشاهدينا الكرام نروحوا مباشرة لصورة وتعليق إذا عدنا لكم إليكم عفوا مع الفقرة الأخيرة في عدد اليوم اللي هي صورة وتعليق علي ما تخبيش علينا خبوا علينا ما خباش شاخر أخر قال لك البارسا أنا شوفة يدار مع صاحبه أوكو شاتل شهور قال لك ميسي كل واحد واش يحب هذا والشارم تاع الفوتبول ميسي حترجعوه ديو ولا ميسي هو ما قلنا والو ميسي لاعب مليح يعرف يلعب كره قدم ريزونمون تاعك تاع الجزائري هذا ريزونمون توسكي مير نحبطوه ولا بالو ولا بالو واش كاين وانت تحب الريال يا اخي ولا درت نحب الريال ميسي سي خوش ميسي سان اكسترا تيرست ماشي اكسترا تيرست تجيبو ميسي تقارن مع مارادونا مع رونالدو لا ما قلناش احنا ما نشطط كمل خلاص هيا نروحوا الصوره وتعليق هاي نروحوا الصوره وتعليق اعطينا الصوره الاولى كاين صور هذه المره تاع اللاعبين بدينا بالعلجيه ما فين نبداك حقرتوا قاسي سعيد وبن شيخ معليش بالعلجيه مع بونجاح ليكيب ناسيونال هذه في المغرب في ليكيب ناسيونال كي تشوف الان بونجاح والنجاح تاعو مع فريق موت بالسعاده تفرح لهم كوم